كولوسي 4. يا سادة قدموا للعبيد العدل والمساواة، وانتوا عارفين ان ليكوا انتوا كمان سيد في السماء. واصبعوا الصلاة وانتوا سهرانين فيها بالشكر، وانتوا بتصلوا بده عشان احنا كمان، عشان يفتح الرب لينا باب للكلام، عشان نتكلم بسر المسيح اللي عشان خاطره انا متأيد كمان، عشان ابينه زي ما مفروض اتكلم. امشوا بحكمة من ناحية اللي هم من برا وانتوا بتستغلوا الوقت. خلوا كلامكو يبقى في كل وقت بنعمة متصلح بملح، عشان تعرفوا ازاي مفروض تجاوبوا كل واحد. كل احوالي هيعرفكوا بيها تخيكوس الاخ الحبوب والخادم الامين والعبد معانا في الرب اللي بعتهولكو عشان ده نفسه، عشان يعرف احوالكو ويعزي قلوبكو. مع انسيموس الاخ الامين الحبوب اللي هو منكو، هم هيعرفوكو بكل اللي هنا. بيسلم عليكو ارستورخوس المأسور معايا، ومرقص ابن اخت برنابة اللي خدته عشان وصايا لو جالكو فقبلوه، ويسوع اللي متسمى يوستوس اللي هم من الطهور. دول هم لوحدهم اللي شغالين معايا عشان مملكة الله اللي بقوا لي تعزية. بيسلم عليكو ابي براس اللي هو منكو عبد للمسيح، اللي بيجهد في كل وقت عشانكو بالصلوات الذي ما تثبتوا كاملين ومليانين في كل ارادة الله، لاني بشهد فيه ان عنده غيرة كتير عشانكو وعشان خاطر اللي في لوديكيا واللي في رابولس. بيسلم عليكو لو الدكتور الحبوب وديماس. سلموا على الاخوة اللي في لوديكيا وعلى نمفاس وعلى الكنيسة اللي ببيته. ولما تتقري عندكم الرسالة دي فخلوها تتقري كمان في كنيسة اللوديكيين، واللي من لوديكيا تقروها انتو كمان. وقولوا الارخبوس بص للخدمة اللي قبلتها في الرب عشان تكملها. السلام بايدي انا بولس، افتكروا ايودي. النعمة معاكو. امين. اتكتبت لأهل كولوسي من روما بإيد تخيكوس وأنسيموس.